السلام يأتي من تذكر أن الحب فقط هو حقيقي، يعني إنه أنت تصدق إنه هو الحب حقيقة مش وهم. أنت يمكن شايف إن الحب كذبة أو وهم، بس هو بيقول لك لازم تتأكد سلامك الداخلي اللي أنت بتدور عليه. يمكن أنت قاعد بتدور على سلامك الداخلي، تتأكد إن الحب هو حقيقة مش أوهام. يمكن أنت حكيت للشخص إن الحب خداع، أنت خدعتني وأنا بطلت أؤمن في الحب وأنت أغلقت نفسك نهائيا. الشخص اللي بحب بمر حاليا في جاست جاست مان، الشخص هذا في انفصال وفي كلام فترة حواليه كتير هذا الشخص. بس خلينا أشوف شنو هذا الانفصال اللي هو بمر فيه، لأنه شكله انفصال انفصال عن شيء صعب، يعني بده كتير فيه جهد، فهو بجاهد في انفصال ما، يعني كتير انفصال محاسبة يعني، أو إحساس أخطأته إنه انفصل عنك وحس بصعوبة في الانفصال عنك. نفس الشيء الشخص هذا بينفصل عن علاقة كانت بينكم، طرف كان بينكم انفصل عنه هذا الشخص نهائيا. الطرف اللي دخل سبب انفصالكم هو انفصل عنه. خلينا نشوف بس على فكرة الشخص هذا إذا كان داخل طرف بينكم هو حس إنه هذا الشخص هو كان يتلاعب فيه، عشان هيك قاعد بنفصل عنه. إذا تركك عشان شخص آخر أو أنت تركته عشان حسيت إنه في طرف بينكم وأنت مش قادر مش مدرك الحقيقة و مش فاهم إنه هو ليش دخل هذا الطرف بينكم، فهو قاعد بنفصل عنه. هو أدرك إنه هذا الشخص هو ده علاقات، فهو بنفصل عنه حاليا. وهو زعلان عليك جدا جدا وندمان عليك جدا جدا، بحس انه هو ضيع استقراره وحاسس انه العدل انه يصير فيه هيك، لانه هو شكله ضرك وخلاك بحالة غموض مع نفسك حتى او مع الحواليك، او مش فاهم نفسك او مش فاهم الاشخاص الاخرين، ومش يعني مش مآمن في الحب، وعندك قيود حاسسها انه قيود أسرية مش قادر تكسرها، لأنه مثلا ما شجعك انك تكسرها، لأنه حسسك ان الحب كذبة وما فيش حب، لأنه احتمال انه انت اكتشفت الحب لما هو انفصل عنك، اكتشفت انك انت محبوب كمان، واحتمال انه انت بعد ما راح هذا الشخص دخل شخص آخر لحياتك. فهون بقولوا لك عشان انت تعرف انه في حب لازم يصير سلام يا ربي داخلك، لازم يصير تسامح وتؤمن في الحب. عشان انت تقدر تؤمن في الحب لازم تسامح، تنسى الماضي. فالشخص هذا ندمان عليك جدا مدى السنين انه هو تركك عشان شخص هو لعب فيه كمان. وبتذكر انك انت كنت إله بالنسبة له كحنان الأب، أو كنت أنت بالنسبة له المرشد لحياته. هون برج الحمل، برج الميزان، وبرج الجوزاء. برج الميزان احتمال أنت تتعامل على فكرة مع برج الميزان. طيب الشخص هذا في طاقة شو؟ طاقة المحاسبة. الشخص هذا في ناس بتحاسبه ووقع في شر أعماله. طيب وهون برج الحوت وبرج الدلو العذراء. بس كمان الشخص هذا يمكن بحاول انه يستقر في حياته للبعض منكم وينسى الماضي في الماضي. طيب
هو كيف شايفك؟ هو شايفك انك انت انفصلت عنه فجأة. انا حاسس ان انت فاجأته في الانفصال، ما كانش متوقع انك انت إيه انك تنفصل عنه، بسبب انا يعني بعطي اكبر احتمال بسبب دخول طرف بيناتكم، لانه الانفصال بسبب اللفرز مش بسبب الحب، انه رح تنفصلوا عن بعض. فانا بحكي انه هو حاسس انك انت انفصلت عنه بسبب اكتشفت انه مثلا انه بعلاقه، اكتشفت انه هو علاقه اخرى غيرك، او انت اكتشفت ان هذا الشخص مش قادر يحارب العادات والتقاليد اللي هو فيها، وفضل العادات والتقاليد على حبكم. فهو شايف انه انتوا قررتوا الانفصال بقرار نفسكم منكم انتوا، يعني انتوا قررتوا تنفصلوا عن هذا الشخص. انه هو شايف انه انه هو شايف انك انت شفت فيه علاقه، يعني زي كانك مسكته بجرم المشهود. طيب خلينا نشوف ليش شايفك هو اختار. هو شايفك انه اكتشفت انه انت انه هو الشخص هذا ارتبط وفضل المال وفضل الجمال وانجذب لشيء اخر غيرك. وكمان شايف انه هو دخل طرف بينكم، فشافك انك انت اكتشفت انه هو طرف. لحظة شوي. هو شايفك انك انت شايف نفسك انك طرف ثالث بيناتهم، وانتو ما اتفقتوش انه في وجود هذا الطرف تضلوا مع بعض، فانت قررت انك تنفصل عنه فجأة. انت فاجأته في الانفصال، وهو بعيد في حساباته. واذا كنتوا من فترة طويلة منفصلين في هذا الشخص، بنفصل عن الطرف اللي دخل بيناتكم، او بحاول انه يتشافى. يمكن انت شايف انه هو بحاول انه يخرج عن شيء ما كان هو اللي مقيد علاقتكم مع بعض، بسبب ان اللافرز والتو اوف كابس والامبرس، بسبب دخول طرف، بسبب حب جديد دخل حياته لهذا الشخص. انت انفصلت عنه، وشافك انك انت فتحت عينك لقيته، او اكتشفت حقيقة انه هو مرتبط في علاقة اخرى، سواء زواج، خطوبة، او زوجة ورح تنجي الطفل. ففي شيء انت فتحت عينك ولقيت نفسك انه انت طرف ثالث في هاي العلاقة. لافرز و تو اوف كابس معناته هو في علاقة، انت اكتشفت انه هو في علاقة، هو شافك انك انت كشفته انه هو في علاقة، وشفت نفسك انه انت دخلت يعني حشرت حالك بينهم، بس انت ما كنتش مدرك انه هو كان في علاقة، او حتى لو كنت مدرك هو فضل العلاقة الثانية مش انت. انا شايف انه في علاقة ثلاثية هي. طب هو كيف شايفك؟ شايف شخصيتك؟ برج الأبراج كمان طلع معنا، عشان أكون ذكرت كل الأبراج. احتمال إن النيو لاف إما يكون هو اللي دخل علاقة جديدة، عشان هيك أنت انفصلت عنه، دخل طرف آخر، احتمال كبير. وارد. وانت زي طلعته برا حياتك وقلت له انا بأمنش في الحب. انت بتأمنش في الحب صرت، لانه هو خانك، دخل طرف منك، وانا حاسس انه في خيانه في العلاقه، وانت قررت انك تنفصل عنه. او اذا كان هو متزوج فهو فضل علاقته الاسريه. طيب هو كيف شايفك؟ هو شايفك انت كنت كتير كتير طيب معايا، كنت معطاء، لانه هو هون برضه كان حاسس انه خسرك، كانك كنت تحتويه كالاسرة، كانك محتويه كانك اسرته، كانك اب او ام له، مش بس حب، كانك انت كنت تدله على مسار حياته، تفهمه بين الخطأ والصح، او تدله دائما على الصواب.
كنت معطاء معايا لدرجة كتير، أنا كنت أعطيه أكتر من هو كان يعطيك، وكنت أنت متوازن في العطاء، هو ما كانش متوازن معاك، هو كان ياخد منك ويروح ينظر لشيء تاني أو لطرف آخر، فهو شايفك إنك أنت اللي كنت تعطيه وتسد حاجته، حاجته كانت سواء للعاطفة للمشاعر للمال، يمكن أنت كنت معطاء معاه أو دخلت مشروع كنت أنت داعم كبير بالنسبة له. كمان يكون بينك كان مشروع وشايفك انك انت مستقر وشايفك انك انت برضو فيها، بحس ان الثلاث كروت انجمعوا هدول مع بعض عشان انه انت عنيد، يمكن شايفك انه انت عنيد، انت شخص عنيد يا برج الساتر، ممكن عاندت مع هذا الشخص وبرضو انا شايفة انك هو كان حاسس معك برضو احساس انه كان حاسس معك باستقرار، كان حاسس حاله ملك، كان ثابت، كان يعرف وين يوجه خطوته بالضبط للاستقرار، فكان شايفك انك انت معطاء، لانه هان شايف شخصيتك انت معطاء برضو، وانك طيب وحنون ومشاعرك مش طفولية، مشاعرك حقيقية كالطفل اللي لما يحكي للام انا بحبك، معناته صادق الطفل وبحب، لانه الطفل بيعرفش يكذب، انه يعني يكذب على الشخص اللي بحبك وهو بحبوش، لانه لما الطفل يروح لشخص ويحكي له مثلا انت بتحب، ان الطفل يكون خايف منه بظهر مثلا ملامح بتظهر عليه الخوف وبيبعد عن هذا الشخص، فهو حسك انك انت كالطفل الحقيقي يعني، وكمان كانك كيف الطفل مولود جديد بتحملش اي حقد اي كره لهذا الشخص، لا نهائيا، وشايفك انك انت قدمت له شيء حقيقي، عرض حقيقي، حب حقيقي، كنت معاه طيب لاخر درجة وكنت معطاء، وكنت كمان لما تعطيه الفكرة تعطيها اياه، بتعطيه اياه بحب، مش تعطيه مثلا بعنف او بكبر انك انت واو انت حليت له مشكلة، لا، وكان شوف لما انت تحل له مشكلة تعطيه الحل بطريقة عفوية وبطريقة حب وود، وكان يشوفك انت ودود كتير، يعني انت دايما بتحب تبدأ معاه وبتحب تطمن عليه، هو شايفك انك انت انسان بتحب تطمن على الانسان اللي بتحبه، الطيبة تبعتك هي اللي خلتك دايما يعني توجه هذا الشخص للمسار الصح، هو شايفك انه انت دايما كنت توجه بطيب، مش بك يعني بانه انا خليتك تعمل كذا وكذا اشكرني، لا، انت كنت توجه له من محبته، من محبتك له، من حبك له، هو شايفك انك انت بعدين انت شخص موجك هادي، مش يعني عصبي او الايجو عندك عالي، هو شايف انه فيش عندك ايجو او يعني كرامة زائدة، لا، انت يعني بتروح وما عندكش مشاكل نهائيا في الاصلاح، يعني بتصلح يعني طيب من الداخل، هو شايفك يعني انت دائما بتبلش في يعني انت بتجيش مثلا نحكي البيت والنايت، النايت دائما بيجي على حصان وماسك الكاسة قدامه وبيمشي خطوة خطوة و شوي هيك انه هيني انا اجيت وافتحوا لي الابواب كلها واستقبلوني في مثلا هللوا لي ان انا اجيت، وانت لا، انت بتيجي على اجريك بكل طيب وخاطر وبكل تواضع، متواضع، ايوه انت متواضع، لما تشور عليك كنت بتواضع، تشور عليه لما تبين له حبك كنت بتواضع، كل تواضع تبين له كل شيء، شايفك طيب 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 لدرجة مبالغ فيها، شايف؟ وشايفك طيب، طيب لدرجة رائعة،
شافك يعني انت اذا هو كان مثلا في غضب وفي قمه الغضب انت بتطبطب عليه وبتعرف تعطيه حلول بالطيب، وشافك ان انت روحاني جدا جدا جدا، طيبتك روحانيتك عاليه، شافك انك انت كمان اذا هو مثلا سبب لك اذى انت بتضل متسامح وبتترك الامور لله، وشافك انت مؤمن بالله جدا، انت مؤمن بالله بعطاء الله، وانت دائما مؤمن انه الحياه هي، او شافك خلال علاقته معاك شافك انك انت متساوي، مؤمن في المساواه واعطاء الناس حقوقهم، زي ما انت بتاخد لازم تعطي. احتمال هو شافك انك انت مستقر في علاقه وانت كنت طرف ثالث، وهو كان طرف ثالث عفوا، واحتمال انه شافك انك انت بتهتم برضو للماديات، بتحب تكون مستقر، ما بتحبش انه انت تحتاج حدا، بتحب تضل مستقر وما تطلب من حدا اي معاونة. بس هو شافك طيب جدا جدا جدا. برج الاسد، برج العذراء والاسد في المرة. طيب بس هو زعلان هذا الشخص جدا على فراقك، هو عارف ان انت زعلت لانه دخل طرف، احتمال هو النيو لاب من ناحيته مش من ناحيتك، احتمال في حدا عرض عليك الحب لكنك انت خلص سكرت قلبك لانه انت حسيت ان الحب لم انت مش مآمن في الحب، وانت مش حاسس بامان داخلي او مش مآمن لحدا يجي ناحيتك، انت اغلقت قلبك وخلص، انت حكيت انا بزياده هيك خلص تبت، يعني انا لسه طالع من تجربه، فاحتمال انه يكون في حدا عارض عليك الحب وانت خايف تقبله لانه انت مش مؤمن في الحب. فهون بقول لك انه السلام بيجي لما انت تؤمن في الحب، انه الحب موجود، والتسامح تنساش انه لازم يصير تسامح لان الشخص شكله ابدع فيك، زهقك من الاخر، زهقك وانفجرت فيه، يعني انت كشفت حقيقته كليتها ورميته من البرج كله. يعني هو زي فهقك، خليك يعني جبت يعني وصلت معك لمرحلة انه خلص it's enough، بكفي انه لازم تحط الستوب وتطلع من حياتك. انا حس ان انت اكتشفت انه هو في علاقة. طيب شو نواياه؟ نواياه دفول، والخطوة تبعته تو اوف سورد. نواياه